احكموا علينا بالإعدام لنرتاح، هكذا ناشد الدكتور يوسف البواب القاضي الحوثي في محكمة أمن الدولة جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له مع 36 من زملائه المختطفين. فبعد إخفائهم لما يزيد عن العام، تحاول ميليشيا الانقلاب اليوم إضفاء صفة قانونية لجرائمها بتقديم هؤلاء المدنيين لمحاكمة صورية بات يعرف الجميع أحكامها مسبقاً. يتعرض المختطفون لشتى أنواع التعذيب بحسب تصريح أحدهم في الجلسة الرابعة التي عقدت أمس في محكمة أمن الدولة، حيث قال إنه وزملائه تعرضوا للتعذيب الشديد بعد عودتهم من الجلسة الثالثة قبل عدة أسابيع، وتم تجريدهم من ملابسهم أمام بعضهم البعض وتعليقهم لمدة 5 أيام. القاضي الموالي للميليشيا عبد راجح امتنع عن تدوين هذه الشكاوى ومنع كل القنوات من دخول القاعة باستثناء قنوات الانقلاب. نقدم شكوانا بسبب اختطاف المواطنين خارج القانون وتعذيبهم حتى الموت. 36 مدنيا اختطفوا من منازلهم ضمن آلاف المختطفين في صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة الانقلاب، وتعرض أهاليهم لتهديدات ومضايقات منعت معظمهم من التحدث لوسائل الإعلام خوفا على ذويهم. وفي خطوة مخالفة للإجراءات القانونية، قامت المحكمة باستعراض مقاطع فيديو للضحايا وصفت بأنها اعترافات، بينما تم أخذها منهم تحت تهديد التعذيب البادي على ملامحهم. دستوري أو قانوني إطلاقا، ما بش يعني اعترافات التفاحك كانت غير قانونية. يجلسون على كراسي المحاكم لتبدو الصورة قانونية، غير أنها إلى الكوميديا السوداء أقرب، وكأنهم أي الحوثيين وصالح ليسوا هم من انقلبوا على الدستور والقانون وعطلوا مؤسسات الدولة بأكملها. محاولة ترقيع مكشوفة يحاول من خلالها الانقلابيون القول إن أجهزة الدولة لا زالت تعمل في المناطق التي نسيطر عليها، بينما يعلم اليمنيون جيدا إلى أي مدى سفك هؤلاء دم الدولة اليمنية وتركوها فريسة لمن لم يكن يستطيع ذلك في الوقت الذي كانت فيه ذاهبة إلى الاستفتاء على الدستور وتثبيت أعمدة الدولة الاتحادية. تطمح لبناء مستقبل جديد ومغاير، مستقبل يسوده العدل والمساواة والحرية.